بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. إخوان الأخوات، السادة والسيدات، وأصحاب المعالي والسعادة، الجولة ديالنا غادي تبدأ إن شاء الله وهاد النقطة هذه ديال شارع آمنة بنت وهب، حي الوفاق. هاد الشارع الإخوان اللي كيعرف إعادة الهيكلة والتوسيعة، نشوفوا الأشغال فين وصلات وشنو الجديد. ان شاء الله هذا الشارع هذا غادي يولي جميل ورائع بعد ما اطاله التهميش، الطريق ديالو ولات مهترئه وفي حاله يرتلها. جاء فرج والدور عليها باش غادي تولي تا هي كتستحق في المقام اللي يليق بها. شارع آمنة بنت وهب الاخوان كيتواجد في حي الوفاق. حي الوفاق اللي هو كيتعتبر من الاحياء الراقية، وغادي يزيد يترقى بهذا الشارع الجميل. الاشغال الاخوان ها فين وصلت، ابتداء من هذا الرومبو هذا ما شاء الله صافي، راه بدات كتبان الملايح ديالو. راه دوزوا الطريطوارات هنا، داك السور راه طلعوه راه ريبوه وطلعوه واحد اخر جديد. إذا الملامح بدات كتبان ديال الشارع. لاحظوا معايا مع التريطوار صافي بدات كتبان الملامح. هنا هما خدامين دابا على هاد الجهة هادي، فهاد البلاصة صافي راه كملوها داروا فيها التريطوار. جميل. دابا غادي يخدموا على هاد الجهه هادي. هنا غيكون باركينغ جميل. ضربوا لهم حساب، ضربوا حساب الاقامات، ضربوا حساب المحلات التجاريه، قال لي حدا شي اقامه ولا حدا شي مراكش تجاريه غادي يدير لهم باركينغ. هذه هي الخدمة رائع. الله يسخر أمور. التريطوار ديالنا هما تحطوا صافي ما شاء الله، جاو زوينين خصوصا هما من النوع الجيد، مخدومين بشكل جميل. كيبقى يا اخوان لاحظوا معايا هنا هما كومباكتا وهاد الجهة هادي كلها يات كومباكتات. رائع. شي شحال وسعت
هنا غتجي فيها الطريق والباركينغ لان كاين اقامات هنا. جميل جميل. هنا تا هو داروا لهم باركينغ. اخذوا معايا الطريطوار كيجي على الاخوان مستفت ستيفه زوينه. رائع. الخدمه كانت بدات من هنا جيت هذه الاقامه ديال ما شاء الله وانتهت عندك الرومبوان معنكش اللي هو كشطر الاول دابا. لا ما شاء الله مزيان مزيان الرومبوان عاد غادي يجيو يفينيوها. تاع الرومبوان غادي تفينا ان شاء الله تولي رائعه. جميل جميل جميل. إصلاحات جميلة إصلاحات جميلة اللي كتعرف هاد مدينة تمارا. بصحتكم بصحتكم اللهم بارك. إذا يا إخوان شتو معنا شارع آمنة بنت وهاب أش غادي يديرو فين وصلات. أترككم في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.